تراث أهل البيت وظاهرة البكاء والحزن والأسى. عندما نراجع تراث أهل البيت عليهم السلام نجد أحاديث كثيرة تحث على البكاء على الحسين، تحث على طقوس الأسى على الحسين، تحث على الصرخة، تحث على اللطم، تحث على المأتم، تحث على الموكب. هل هذه الأحاديث تريد أن تصنع منا أناساً جنائزيين بكائين من دون أن تكون لنا من دون أن يكون لنا عطاء وإنتاج، أم أن لهذا التراث أهدافاً كبرى وأهدافاً عملاقة ملحوظة؟ تلاحظ القرآن الكريم ما يذم البكاء دائماً. كناس يقول لك دعوة شقدتم كنتم شيعة، دعوة كل سنة تبكوا تبكوا تبكوا، قد بكاء هذا؟ شوين أوصلكم هذا البكاء؟ شنو قدم لكم هذا البكاء؟ زين، ماذا أعطى لكم هذا البكاء؟ لاحظوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن الباكين، القرآن الكريم يقول: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء العمالقة، عمالقة التاريخ، محمد وآل محمد. كانوا بكائين لكنهم كانوا عمالقة في العطاء والإنتاج. تخليد العظماء من التاريخ الإنساني ومن الحقائق البشرية أن المجتمع البشري بطبعه يخلد العظماء ويحزن لفقد العظماء، وإذا مرت ذكرى عظيم المجتمع البشري يحيي هذه الذكرى إجلالا لذلك العظيم. تشوف الآن الشعب الياباني كل سنة يجدد ذكرى شنو؟ هوريشيما، سنويا يجدد الذكرى ويحزن لها ويتفاعل معها، وهذا طبيعة إنسانية، طبيعة بشرية. ما تخلف الشعب الياباني عن الإنتاج والعطاء لأنه يحيي ذكرى هوريشيما، لا، بل بالعكس، شعب منتج معطاء، وإن كان يحزن سنويا في يوم هذه الذكرى وفي يوم هذه الكارثة. كالصيام بيها ندعي بيها نخشع، وهي للدين التزام، سنة البار ورسوله كل عزاء اللي يقام، وسيلة الدعاء وسيلة. هذه الأحاديث الوفيرة الصادرة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وراءها أهداف عملاقة. الهدف الأول: تأجيج روح المعارضة للظلم والطغيان. الأئمة كانوا في صراع مع الظلم. الأئمة منذ الإمام علي إلى الإمام العسكري كانوا في صراع مع الحكومات الظالمة آنذاك، ولم يكن أمامهم أساليب لاستثارة الناس وتحريكهم
وبعثهم نحو رفض الظلم والطغيان إلا هذه الطقوس: البكاء على الحسين، اللطم على الحسين، موكب الحسين، قبر الحسين، المذهب الذي يشكل معارضة للظلم والطغيان هو المذهب الإمامي، المذهب الذي قدم دماء وتضحيات على مدى التاريخ من يوم الإمام علي إلى اليوم، هو يقدم دماء وقدم تضحيات وقدم بطولات، المذهب الإمامي. الحزن والبكاء تخليد للذكريات وتخليد للعظماء، وليس الحزن والبكاء مجرد عاطفة ومجرد حزن يمنع من الإنتاج والعطاء، ليس الأمر كذلك. لذلك الإمامية في كل سنة تخليدا لعظمة هذا الثائر الذي ضحى بكل أبنائه وبكل ما عنده في سبيل مبادئه وقيمه، تحتفل الإمامية سنويا بإحياء هذه الذكرى وتمارس هذه الطقوس تخليدا لعظمة هذا العظيم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله. كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. حي على العزاء، حي على البكاء، فلنجلس الحسين.